الإسلام السياسي أو إخوان استغلت الديمقراطية واستغلت الأحزاب من أجل السيطرة على الشعوب. أي جماعة إسلامية تستخدم الأيديولوجيا للوصول إلى السلطة هي جماعة مخيفة. دول متزنة ونظامها مستقر تنتهك في حقوق الإنسان. هل حقوق الإنسان التقارير التي تظهر بين فترة وفترة بتنال من بعض الدول سياسياً؟ الديمقراطية هي دولة المؤسسات، دولة الحريات، دولة الحفاظ على حقوق الإنسان. النظام الديمقراطي أثبت خلل وعيوب، وهناك كتب كثيرة تناولت موت الديمقراطية. هل أنت متفائل بمستقبل خليجي أقوى؟ طبعاً متفائل بمستقبل قوي جداً.